بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم اليوم في حلقة جديدة وموضوع جديد اليوم في برنامجنا كيف. اليوم مستمعينا نتحدث عن التنمر وكيف نواجه التنمر في المدارس وفي بيئات العمل. التنمر ظاهرة أخذت في الانتشار كثيرا دون وجود حلول للتخفيف منها أو الحد منها. التنمر شيء ما نقدر يعني نمحيه من أي مجتمع، لكن في نفس الوقت نقدر نخفف منه بزيادة الوعي والرقابة أيضا. التنمر قد يعتقد البعض أنه عبارة عن سخرية من هيئة إنسان أو من طريقة كلامه أو من تصرفاته. هذا النوع موجود تحديدا في المدارس، موجود في الجامعات، فيها أيضا تنمر من نوع آخر موجود في بيئات العمل ويكون بشكل مختلف، مثل التقليل من أهميتك، أهمية عملك، رفض إجازتك، انتقاد المدير لك بشكل متكرر دون مبرر. طبعا التنمر موضوع يخص الكبار والصغار ويؤدي لضرر نفسي كبير ما يحس فيه إلا الشخص اللي وقع عليه التنمر. هذا هو موضوعنا مستمعينا اليوم، حابين ناخذ ونعطي فيه، وحابين نسألكم وناخذ من خبراتكم اليوم في هذا الموضوع. هل سبق وتعرضت أنت أو ابنك أو أحد أقاربك للتنمر بشكل عام؟ أيضا هل سبق وتعرض ابنك أو ابنتك للتنمر في المدرسة وكيف تصرفت في هذا الموضوع؟ لو ابنك هو اللي يقوم بالتنمر كيف تعالج هذه المشكلة؟ لو اكتشفت أنه ابنك يتنمر على زملائه مثلا، كيف ممكن نواجه هذا التنمر؟ أيضا اليوم نتكلم عن دور وزارة التعليم في الحد من هذه الظاهرة الموجودة في المدارس. هل تقوم بدورها بشكل يعني يخفف من هذه الظاهرة أو لا؟ هذه أسئلة اليوم حابين نسمع منكم المشاركات وإجابات على هذه الأسئلة مستمعينا، بالإضافة إلى ضيفنا اللي راح يكون معنا اليوم أو ضيفتنا اليوم الأستاذة منال قحطاني الأخصائية النفسية. راح نتكلم عن الجانب النفسي من هذا الموضوع. مستمعينا اللي هي كل من يعني يحب أنه يشاركنا على الهواء مباشرة أو عنده موضوع أو لامسنا هذا الموضوع في داخله، ممكن أنه يشاركنا على تليفون البرنامج. سجل معي هذا الرقم 011-268-4488 011-268-4488. وأول أغنية نسمعها من علي بن محمد ونرجع نكمل مشوارنا. أحيي كل الأصدقاء من جديد، هلا ومرحبا فيكم. كيف نواجه التنمر في المدارس وبيئات العمل؟ نشرت يعني إحدى الصحف قبل فترة حادثة أو قالت حوادث يبقيها الزمن فيمارسها الكبار متسلحين بما اختزنوه من ذكرياتهم بصوت الأهل. التنمر يغزو المدارس بشكل كبير، إجرام كبير عكسي، وهذا أيضا نشر في صحيفة سبق الإلكترونية قبل عام، لا مش عام، قبل 4 شهور أو 3 شهور تقريبا. المختصات يبحثون عن الحل، كثير من الأباء من الأمهات يبحثون عن الحل بالذات في المدارس الأطفال. هذا الموضوع اللي نتكلم عنه اليوم مستمعينا، وهي ظاهرة نواجهها بشكل دائم في بيئات العمل والمدارس بالنسبة للأطفال. معنا مجموعة من المشاركات، ولكن قبلها أذكر برقم الاتصال اللي حاب يشاركنا 011-268-4488. أخونا فارس مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. يا الله يحييك. الله يسعدك يا رب. باختصار الآن، من هو الشخص المتنمر أو من هي الفئة المتنمرة؟ هذول مجموعة غالبا تجدهم في حياتهم غير منتجين، مجموعة أشبه بما تكون فاضية أو خاوية. الأطفال لما يشوف في بيته نوعية من هذا البشر أو نوعية من هذا الناس، شيء طبيعي راح يمارس نفس سلوكهم. تربية الوالدين بسبب مثلا مارس اسلوب الطقطقة او مارس اسلوب خذ حقك بيدك، الان طلع لنا جيل الشيلات هذا ماخذ حقه بدق خشوم ومدري ايش وقميص 7 وتلقى عليه ايقاف خدمات وراكب له شاص وماشي 200 في الشارع، نشوف مقاطعهم وحوادثهم. فاذا لم يحاسب الناس، اذا لم يحاسب انا الان شخص متنمر او شخص عندي سلوك قمت فيه مخالف بذوق او الذوق العام، اذا ما شهر فيني وحاسبت زين
ما راح الناس ترتدع. احنا ما يردعنا ترى يعني تقول لي مثلا تربية دينية ونشأة، هذه اوكي هذه فطرة فينا. انا اتكلم احنا دائما نخاف من الغرامات. الحجام الامان في وقت من الاوقات كان حرام بالنسبة لنا، الان ما تركب سيارتك انت واللي معك كلكم الا تلقائيا تربط حزام الامان. الغرامات لازم، التشهير احنا نخاف من عقوبة التشهير. الخطوة الاخيرة الجيل هذا زين، احنا كنا نفتقد الترفيه ترى في وقت سابق، ما عندنا ترفيه فكنا نطقطق على بعض. قبل 20 سنة الترفيه الوحيد اللي عندنا يا تروح صحن الدوار اللي في سواق حجاب ولا الحكير، وما عندنا شيء ثاني. احنا كنا قبل، انا اول رحلة لي في الابتدائية رايح مغسلة الأموات، في المتوسط ثلاث جنازات زين، فشيء طبيعي يعني ما في ترفيه كان في وقتنا ولا كان في أشياء تشغل وقت فراغنا. عكس الآن، أنا مؤمن بالجيل الجاي، إحنا راحت علينا الجيل الجاي، أشغلوا نفسكم بالإبداع، تواصلوا مع الجهات اللي يعني تحيي فيكم روح الإبداع والإمتاع، شوفوا المسك الخيرية، شوفوا الجهات اللي تتبنى مواهبكم. كثير والله الحمد نسمع عن إنجازات يعني من شباب ما كنا نتوقعها تصل لاسم الوطن. الآن الوطن كله يناظركم، شعوب كثيرة تحسدكم، فالإنتاجية هي المقياس الحقيقي للمواطن الجديد للسعودية أنا الجديدة. أنا أحييك والله فارس على هذه المشاركة الأكثر من رائع، يعني جمعت أنت يعني عصارة الجيل كامل وقلتها في هذه المشاركة، شكرا لك يا فارس، يعطيك الف عافية. شكرا لك، يا هلا ومرحبا، حياك الله. أحمد القرني مساء الخير يا أحمد. الله يمسيك بالنور، يا هلا وسهلا، حياك الله يا الحبيب. حبيب برنامج سيئ وبرنامجكم اليوم واللي وضعته شيء جميل، الله يعافيك. فأنا أبدأها يعني المصطلح التنمر بدأ من القديم اللي هم الحوينشية، ثم الضرباوية، ثم المتنمرين، لكن التفكك الأسري أو العنف المنزلي هذا السبب الأساسي في هذا الشيء. فأنا من هذا البرنامج أحيانا إذا شاهدت أمثال هؤلاء، هناك أب أو أم يحتاجون فعلا معالجة من التنمر، فيبدأ علاج التنمر من المنزل حقيقة يعني، وصقل الابن أو الابنة اتجاه طريق سليم، توجيه سليم. شكرا لك، يعطيك الف عافيه يا احمد، انا شاكر لك وشكرا لمشاركتك معنا. وفعلا يعني الموضوع لما يبدا من المدرسه ويبدا من البيت بالفعل يكون له حل ان شاء الله باذن الله، لانه يمكن اكثر الامور اللي يكون فيها العنف بجميع يعني انواعه، سواء لفظي او جسدي او اجتماعي او الكتروني حتى في بعض الاحيان، يعني اصبح التنمر حتى على المواقع الالكترونيه في الفتره الراهنه ظاهرة، ولكن بكل تأكيد يعني يحتاج إلى وقفة جادة، لأنه موضوع المدرسة تحديدا أو موضوع الطلاب والطالبات داخل المدارس هو موضوع خطير جدا. يمكن قبل فترة انتشر مقطع ويعني تداولوا حتى جميع الصحف العالمية، وهذا المقطع الفيديو هو لرجل أمريكي مصور بنته وهي رايحة المدرسة مشي في درجة حرارة 6 درجات مئوية، فكان يتكلم يقول أنا يعني خجلان جدا من تصرفات ابنتي داخل المدرسة، لما بلغوني إدارة المدرسة بأنه ابنتي تتنمر على زملائها في المدرسة، هذا كان جدا مخجل. وأنا عاقبتها أنه تمشي 3 كيلومتر أو 4 كيلومتر مشيا على أقدام إلى مدرستها حتى يعني تتوقف عن هذه الظاهرة، ولا شلتها من المدرسة بشكل عام. إذا موضوع مهم جدا وموضوع خطير مستمعينا، بتوقف الفاصل قصير جدا وبرجع أخذ مشاركاتكم على الهواء، كونوا معنا. أحيي كل أصدقاء من جديد، هلا ومرحبا فيكم، ورحب أيضا بمستمعينا الكرام اللي حابين يشاركونا على تليفون البرنامج 011-268-4488. معنا هذه المشاركة، ألو السلام عليكم. السلام، مساك الله خير. الله يمسيك بالنور، يا هلا وسهلا، حياك الله، يعطيكم العافية. الله يحييك، مفيد حقيقة، نتمنى يستفيد من الجميع إن شاء الله. حقيقة التنمر هذا يعني هو قضية أصبحت واضحة وظاهرة في المدارس بحكم عملي أنا في الميدان التعليمي، ولحلول هذه القضية يعني إيجاد الحل المناسب لها هو منظومة مشتركة من إعلام، من جهات مختصة. يعني خليني أقول لك، إحنا نلاحظ في المدارس مثلا في الفترة الماضية إنه بعض أولياء الأمور يحاول يعني من زي ما يقولوا زود حرصة على أبنائه،
يوصي عليها توصية قد تكون يعني بغير مباشرة عدائية. يعني يقول له لا تخلي أحد يأخذ حقك، لا لا صحيح. أحد يتجدى عليك، أحد يقول لك شيء لازم تعطيني خبر، ولا تسمح لحد. فبالتالي يخلق هذا الطفل أنه هو مقدم على جهة قد يكون فيها تنمر، يعني صراعات، كلها صراعات، يعني بيئة ممكن تكون منفرة. أيوة البيت هذا نفس التوصية، البيت الثاني نفس، كل الأبناء يداومون في الصباح يعني يتوقع أنه حيقدموا على حرب. أيضا يعني في الإعلام، يعني طرحكم للموضوع هذا وتوعية المجتمع دور كبير حقيقة. يعني إحنا نلاحظ في بعض الأحيان أن أصبح بعض القنوات بشكل عام يعني تعرض أبطال، يعني تجد أنه القوي اللي يسرق مثلا أو اللي يعتدي هو بطل الفيلم مثلا، أو أنه اللي يزاول يعني اعتداءات على حقوق الآخرين يعتبر بطل وشجاع، وفي الأخير في آخر حلقة تلقاه يتوب من الأشياء هذه، بينما يعني 30 حلقة تلقاها كلها صحيح. سلب ونهب واعتداء وكذا، ما يشاهدون الحلقة الأخيرة. فأعتقد أنها مسؤولية الجميع. جميل صحيح، بلا أنا أتفق معك أنها مسؤولية ولي الأمر وولياء الأمور الأباء والأمهات، ومسؤولية أيضا المدرسة، ولكن في الجهة الأولى هي مسؤولية الأب والأم زي ما ذكرت أنت في البداية، يعني أنه يعطي طاقة إيجابية يحفزه إذا كان رايح المدرسة، كيف يتعامل مع زملائه بالشكل الصحيح، كيف يحترم زملائه ويحترم يعني معلمينه، فهذا أمر مهم جدا. أنا أتفق معك في هذا الجانب كثير. شوف أخياتر، إحنا كنا زمان في ديننا كان الأولياء الأمور يوجهون عكس التوجيه الحالي، يعني كان يقول لا أحد يجي يشتكي منك، صح مزبوط، لا أحد يجي يقول أنت خدت حقه. فبالتالي أصبحنا نحترم بعض فيما مضى، يعني إن شاء الله الاحترام موجود حاليا، لكن أصبح حقيقة تنمر ظاهرة واضحة. نتمنى إن شاء الله هو يعني أنا عشان يعني ما نكون منصفين، هو الظاهرة هذه موجودة في 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 جميع دول العالم، يعني شفنا مقاطع من كل مكان صراحة لأطفال مع أولياء أمورهم بخصوص هذا الموضوع، فهي ظاهرة عالمية صراحة. أنا أشكرك جزيل الشكر عزيزنا ويعطيك ألف عافية، شكرا لك يا مهلا. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. يا هلا وسهلا، حياك الله. الله يسعدك، معك محمد من جدة. هلا والله. حبيت أشارك في الموضوع صراحة، يعني الموضوع جدا مهم، ويعني بس الإضافة البسيطة الآن التفكير اختلف، إن كان من ناحية الأمهات أو الآباء. فزمان انت عارف يعني كان الوضع لو اي احد غلط من الاطفال او اي شيء، يعني تلقى عمه ممكن يضربه، ممكن كبير الحي، كبير الناس الكبار اللي في الحي في الاحياء عندنا كانوا يعني ممكن يصلحوا الامور هذه. يعني شوف في حديث اللي هو ضربهم عليها لأكلها الصلاة، فضرب يعني ما شوف ما ذكر في الدين الا ومو ضرب مبرح طبعا احنا عارفين، الا ولو فايده عشان تنمي في الطفل الخوف من ترك الشيء هذا او انه الحفاظ عليه، كان من ناحيه الادب او الاخلاق. الان السياسات اختلفت من ناحيه انه ما حد يرضى صار على ولده انه يتعرض لمثلا صحيح. مدرس يصيح عليه او يضربه، او يعني كلنا درسنا وكلنا تعرضنا للضرب، كان بالباكورة ولا كان إذا كان الواحد غلط ولا كان. فأتوقع هذا الشيء يعني نما عند الأطفال عدم الخوف من فعل الخطأ، دام ما بي لأنه أبوه وأمه ما هم معه على طول، إن كان في المدرسة ولا إن كان برا المدرسة، ممكن نما عندهم الشيء هذا عدم الخوف من فعل الخطأ بالفعل. وانا اشوف اخوي محمد، لانه تعرف المدارس هي بيئه مهمه جدا، وهي يعني تشكل هويه الشاب او الطفل والطفله مستقبلا. فلما يتعرض الامور هذه يعني تحس انه يعني التربيه مع الاب والام صار في شويه خلل، يعني الولد صار في عنده يعني كثير من الاباء والامهات صراحه يربون ابنائهم على الطريقه الصحيحه في احترام زملاء ومعلمين، ولكن يروح المدرسه يجد العكس، ينصدم الولد، يشعر انه يعني يستاء بشكل كبير، لانه تعرف التنمر يعتبر يعني لفظي في بعض الاحيان، مو شرط يكون كله جسدي وضرب، يعني في بعض الاحيان لفظي، يعني مثلا يستهزئ بشكله بصوته بطريقته باسلوبه، هذه كلها امور يعني صراحه سيئه جدا بالنسبه للطفل في بدايه حياته.
وهذه امور تبدا من الصغر ترى من الفتره يعني الكي جي يعني الواحد ما بيرضى انه احد غلط عليك تضربه ضربك اضربه اعمل سبك مثلا سبه هذا يعني اختلف الوضع في الجيل الحالي تفكر الجيل السابق لو كان تحط عينك بعين مدرس ولا عاد الله يستر عليك لا زمان كان في فن في العقاب كان يتفننون بالضبط. بشكل كبير يعني في العقاب فدخلت فيها كمان قيود كان من وزارة التعليم انه لا ممنوع ما ممنوع فماني عارف اللي هو صح ولا خطأ لكن جميل. شفنا اختلافات كثير صراحة في الزمن هذا والله الله يسر على عيالك امين ان شاء الله شكرا يا محمد يعطيك الف عافيه شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك في امان الله انا ابغى اسال سؤال المستمعين الكرام يعني ليش ما يصير في قانون يعني يسن هذا القانون مثلا وزاره التعليم ويعمم على الاباء والامهات ويصير في حمله من الوزاره بالتعاون مع وسائل الاعلام مع كل الجهات ذات العلاقه يا أخي بس نظام بسيط يعني اعمل نظام بسيط أنه أي أحد يتنمر على زملائه عقابه كذا حتى يستوعب الطفل يستوعب ولي الأمر يعلم أبنائه ويعلم يعني زملائه في المدرسة فهذا ما أعتقد أنه مشكلة كبيرة وموضوع يعني هو مجرد يعني تعميم بس يصدر على جميع ما شاء الله أعضاء هيئة التدريس في المملكة العربية السعودية عدد مهول في جميع القرى والمحافظات أولياء الأمور كذلك ما في أحد يعني بيطبع مثلا خطاب أو إيميل أو أي شيء إلا بيوصل لولي الأمر فيعني ليش كذا واقفين يعني ليش ما يصير فيه على طول حركة تجاه هذا الموضوع أو يسن قانون يشرحونه للطلاب ولأولياء الأمور أنه هذا الموضوع يأثر على أبنائنا وبناتنا في داخل المدارس بشكل عام الكبير خلاص يعرف يتصرف لكن الصغار ما يعني في مرحلة ابتدائي ومرحلة متوسط هذا يسبب لهم مشكلة كبيرة خلينا نرجع نذكر رقم الاتصال مرة ثانية 011-268-44-88 ألو السلام عليكم مساك الله بالخير مساك الله بالنور يا هلا وسهلا حياك الله بالحال الله يحييك يا هلا ومرحبا جزاك الله خير عن التنمر في المدارس من المدارس الله يحييك اول شيء خلنا نتعرف عليك دخيل الخميس طبعا هلا والله يا دخيل حياك الله تفضل يا دخيل عمري فوق السبعين ما شاء الله تبارك الله العمر كله ان شاء الله راسي شر ان شاء الله لكن انا يعني كل اللي قالوا اخوان ونعم ما فيهم كلام احنا اساسا كانوا يضربونا بالفلكه صحيح يمكن ما تعرف الفلكه لا لا نعرف معروف الفلكه ما كنا نقدر نثبت على مدرس ليش من العقوبة صح. أنا أقترح أن وزارة التربية والتعليم بعد ما راح للشيخ حسن الجنة أرتخى التعليم درجة كبيرة المفروض يكون فيه عقوبة مدرجة يعني الابتدائي لهم عقوبة المتوسط لهم عقوبة والثانوي لهم عقوبة والعقوبة حق الثانوي يكون يداوم في العسكري لمدة سنة كاملة صحيح يعني هو الأستاذ الفاضل يعني هي العقوبة مو شرط أنها تكون عقوبة يعني هي أهم شيء يكون في عقوبة تجاه هذا الموضوع عرفت؟ إيه يعني هذا يحددوا تحددوا الوزارة حسب يعني إيش الأمور اللي تستدعي أنه أنت تعاقب عقوبة أنه تضمن أنه ما يتكرر مرة ثانية هذا الشيء ذلك الحين الشباب تجي أكثر بزائد ويمشي يروح ما في لكن ما في عقوبة لأن لو في عقوبة مدرجة يعني مثل الابتدائي عشان المصغر لهم عقوبة خاصة المتوسط لهم عقوبة الثانوي لهم عقوبة على أغلب المشاكل دي من الثانوية كانت عقاب مو بصغار مع الكبار يعني صحيح هذا شكرا جزاك الله خير أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ الفاضل شكرا لك الله يعافيك شكرا لك في أمان الله مستمعينا نتوقف لي مع أسماء منور وفكر أكثر وبعدها راح نرجع لضيفتنا الأستاذة منال قحطاني الأخصائية النفسية نتكلم من الجانب النفسي الآن حول هذا الموضوع حنسمع هذه الأغنية ونرجع نكمل مشوارنا كونوا معنا مستمعين أحيي كل الأصدقاء من جديد هلا ومرحبا فيكم نرجع لموضوعنا اليوم مستمعين الكرام أذكر مرة ثانية بأنه كيف نواجه التنمر في المدارس وفي بيئات العمل تحدثنا طبعا عن هذه المشكلة وهذه الظاهرة ويعني شاركونا كثير من المستمعين اللي أثروا هذا الموضوع بكلام مهم جدا واللي يعني الكل يعني وجه بأنه يكون في عقوبة صارمة تجاه هذا الموضوع الخطير اللي ممكن يأثر على أبنائنا وبناتنا داخل المدرسة طبعا من الناحية النفسية مستمعينا هذا الموضوع له ضرر كبير جدا يسعدنا أيضا أن يكون معنا على الهواء مباشرة الأستاذة منال القحطاني الأخصائية النفسية أهلا وسهلا فيك أستاذة منال
أهلا فيك أستاذ ياسر وأهلا بجميع المستمعين. بداية إحنا نبغى نتكلم عن هذا الموضوع من ناحية نفسية، ولكن أبغى أسأل إيش سبب انتشار هذا التنمر بشكل عام في المدارس وفي بيئات العمل؟ طيب أولا خلينا إحنا نعرف إيش هو التنمر أصلا يا أستاذ ياسر. التنمر هو سلوك عدواني متكرر، هو يهدف للإضرار بالآخر عمدا نفسيا وجسديا وبتصرف فردي وبطرق معينة من أجل اكتساب إيش؟ السلطة على حساب الآخر. هذا التصرف أو هذا التنمر هو يعود في الأساس إلى نشأة هذا الطفل أو هذه الشخصية في البداية في الطفولة المبكرة. يكون في خلل في أسلوب التنشئة من الوالدين أو استخدام أسلوب العنف في التعامل مع المواقف، أو ممكن يكون تعرضوا لحالة طلاق أو تهميش أو غضب، مما أدى إلى أنه هذا الشيء نشوفه بشكل ملحوظ ومنتشر مؤخرا. طيب هل لشخصية المتنمر دور في ممارسة التنمر؟ يعني ممكن يكون يعاني مثلا من أزمات نفسية، من وضع عنده مشكلة تدفعه لممارسة هذا التنمر؟ زي ما ذكرت لك في البداية احنا هنتكلم على ايش، على انه هذا الشخصية وهذا الطفل اللي نشأ في أسرة، هذه الأسرة كيف كانت العلاقات داخلها؟ ممكن تكون البيئة الأسرية صراعية، يعني تكون الأم في حزب والأب في حزب والأبناء يكون في هذه التنشئة الحزبية هي اللي تولد الفكرة التنمر لهذا الشخص، مما يكون خلاص في منظومته أن أنت يا معي أو ضدي، مش أنا والآخر في نفس المستوى. وكمان برضه ممكن تكون الأزمات النفسية أيضا لها دور وشخصيته برضه تنعكس. يعني إحنا مثلا لما نجي نشوف شخصية قوية أو شخصية ما تتحلى باللطف ولا تتحلى اللي هي الهدوء النفسي، وتكون مرة شخصية معادية وفيها عنف وتمارس هذا الشيء وتسقط على مجتمعها. زي أنا أفتكر قرأت مرة كتاب لدكتور مجدي كامل كان يقول وراء كل دكتاتور طفولة بائسة، وكان يتكلم عن الشخصية اللي هي تمارس التنمر، كيف هذه الشخصية التدميرية هي تكون شخصية مضادة للمجتمع وتبدأ تسب حقوق الآخر بالاستهزاء وبممارسة الأشياء القاسية والعنف. يعني هو ما يجيك من فراغ مجرد، يكون أصلا خبرات أصلا صنعتها في الطفولة خلته يصير مو بس خطر على نفسه حتى على المجتمع من حوله. صحيح. وفي بعض المستمعين كمان، واحد من الأخوان اللي مستمعين شاركونا اليوم على الهواء قال أنه يعني في بعض الآباء، بعضهم مش كل، يعني البعض يوصي أبنائه قبل ما يروح المدرسة انتبه لا حد يأخذ منك شيء، لا حد يتعرض لك وتسكت. هذه برضو تخلي الطالب يروح المدرسة كأنه رايح يعني في معركة، رايح يشوف مين يعني يتعرض له ومن يتنمر عليه. هذا تفضلي. صح، هذا الشيء، هذا هو الشيء، يعني الغرس المبكر في مفهوم القوة عند هذا الابن وهذا المراهق. من الآباء أحيانا بعضهم يقول لا أنت تروح تدافع عن نفسك، لازم أنك تأخذ بحقك، لازم القوة عشان الكل يحس أنه أنت شخص قوي. هذا الشيء مرة خطأ، لأن هذا المراهق أو هذا الشخص لما يتصرف تصرف سلبي والأب يعزز له تجاه هذا السلوك السلبي للابن، إيش تتوقع منه بعدين؟ صحيح، لازم استثار هذا المعتقد الخاطئ بالذات في نشر مفهوم القوة لدى الأبناء. جميل. أستاذ منال، الآن بالنسبة للتنمر في المدارس، لو مثلا ابني أو ابنتي تعرضوا للتنمر، كيف يواجه كيف نواجه هذا المتنمر؟ كيف نوقفه عند حده؟ أول حاجة أنا أغرس في ذهن ابني أنه لو في البداية أصلا أزرع قنوات حوار بيني وبين ابني، لازم يكون في منطقة أمان بيني وبينه، هو يتكلم بأريحية معي. إذا مورس عليه عنف أو تنمر من أي أحد، لازم إنه ما يسمح لأي أحد يمد يده أو يضربه، يعني يوقفه بحزم، ما يرد العنف بعنف، لكن لا، الخطوة الأولى أنه أنت ما تسمح لأحد يأذيك، تقاوم، شفت ان هذا الشيء تكرر وراح هذا السلوك يعني رجع يتصرف نفس المتنمر مره ثانيه وعاد السلوك، خلاص على طول اطلب من المعلم، من الشخص اللي انا اثق فيه يوقفون، يعني لازم نحد من هذا التنمر. جميل. في بعض الاباء والامهات يعني يزيد الموضوع بزياده، يعني ممكن انه اذا شاف احد تنمر على ابنائه يكون عنده ردة فعل عكسية، فيبدأ يعني عمل شكوى، بإيقاف الشخص عند حده، بتهديده بعض الأحيان. هذا كيف ينعكس على الطفل؟ أنا دائما أقول أن الطفل اللي
ما شبعت احتياجاته، بالذات انه في المفاهيم، في التربية، في الاسلوب، في الاحترام، في تقبل الاخر. انت مربي، انت قدوة لابنك، يعني اي سلوك انت تمارسه هو بيحاكي في المحيط اللي حوالينك. اذا هو شاف انه انت اخذت حقك او حق ابنك بذا الاسلوب والصراخ وذا العنف اللفظي، طبيعي انه هو حيطبق هذا الشيء. جميل. طيب انا خليني بس ابلغ مستمعينا الكرام بانه اي شخص حاب يشاركنا يعني بسؤال او استفسار في مواجهه هذه المشكله، كيف يعني يتجاوزها من الناحيه النفسيه، كيف يتجاوزها من الناحيه الاجتماعيه، ممكن يشاركنا على تليفون البرنامج 011-268-4488. واذا تسمحي ايضا استاذه منال تكوني معنا حتى نسمع مع بعض المشاركات اللي تواجه هذا الموضوع وكيف ممكن يتصرف معها أولياء الأمور. إذن مستمعينا هذا هو رقم الاتصال مرة أخرى 011-268-4488، وإحنا بنتوقف لفاصل قصير بعدها نرجع نكمل إذا تسمحين لنا أستاذة منال تكوني معنا. إذن مستمعينا كيف نواجه التنمر في بيئة العمل والمدارس بشكل عام؟ أيضا نرحب مرة أخرى بالأخصائية النفسية الأستاذة منال القحطاني. أهلا وسهلا فيك أستاذة منال. أهلا فيك أستاذ ياسر، أهلا بجميع المستمعين. أيضا نرحب بمستمعينا الكرام على تليفون البرنامج 011-268-4488 وناخذ أيضا هذه المشاركة معنا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله على أخو ياسر. يا هلا ومرحبا، الله يحييك. أهلا وسهلا أبو الوافي معك. أهلا وسهلا يا أبو الوافي، حياك الله. الله يحفظك، راح فيك الأستاذة منان الله يعطيك العافية. حياك الله. أهلا وسهلا فيك، يطول عماركم. أنا والله أنا أول شيء أحب أشكرك على كل طروحاتك يا أخو ياسر. العفو، هذا واجبنا. العفو. أي والله التنمر أنا ضده صراحة. ليش؟ أنه معليش أخو ياسر، ضاعت هيبة المعلم والسبب المعلم نفسه. خلكم معك صادق وخلكم واضحين، يعني أول دراستنا حنا، يعني قسما بالله كنا نخاف من المعلم إذا مر بس بالشارع. كان له هيبته فعلا وله مكانته. خلكم الآن لا، الآن اختلف الحال، صرت أجلس مع معلم، أجلس مع طالب، يقولون لنا أشياء ما حتى ما تخش العقل أخوياس، ما تخش العقل. يعني صار في ميانة زايدة بين المعلم، وهذه ترى تنقلب عكسيا، يعني ما تأيدني الرأي أو لا، لكن أنا معاك يعني في بعض في جزئية، لكن في جزئية يا أخي والله ما أدري أبو الوافي، أنا أختلف فيها 180 درجة، اللي هي أنه زمان كنا واليوم، اليوم غير، اليوم الوضع تغير. يعني ما أقدر أنا مثلا اللي تعلمته وأنا طالب في المدرسة في الابتدائي والثانوي وأسلوب التعامل مع المعلمين صعب يكون في هذا الزمن. الزمن تغير، يعني إحنا يعني نعمل مع معطيات الزمن الحالي. اوكي، بس اذا كيف تحكم كذا يا اخو ياسر؟ كيف تسيطر على مدرستك؟ كيف تسيطر على البيئه الموجوده عندك؟ كيف تسيطر على الطلاب الموجودين عندك؟ اذا في قانون بكله بينتهي، يعني هذه المشاكل كلها تنتهي، بس احنا نحتاج قانون يسن القانون ويرضى فيه ولي الامر. ولي الامر ترى احيانا ما في ولي امر يرضى بالتنمر يا ابو الوافي. يدخل في استهجان داخل المدرسة. أنت ليش ضربت ولدي كذا؟ ليش سويت فيه؟ ليش؟ لا والله العظيم بالعكس، التربية مطلوبة. صح أن في بعض المعلمين، ما نعمم بعض المعلمين، يكون إيش شاد أحيانا في طريقة خطأ، لكن ما نعمم، لكن يكون في قانون فعلا يحمي الطالب والمعلم. يا سلام، هذا هو، يعني لو في قانون واضح الحياة كلها تمشي بقانون، ما في شيء بدون قانون. ونأيدها يا أخوي ياسر. أكيد أكيد بكل تأكيد، ولكن أنا ضد والله صراحة أنه نطبق زمان الفلكة والأمور هذه في هذا الوقت، لأنه زمان والله زمن ذاك غير، يعني صراحة عرفت، يعني كان له رجاله ذاك الزمن، لكن الحين الوضع تغير. أنا أشكرك جزيل الشكر يا أبو الوافي. الله يحفظك يا أخوي ياسر ويعطيك الصحة والعافية. شكرا لك، في أمان الله. أستاذة منال حابة تعلقي على هذا الكلام؟ عندي تعليق بس بسيط على موضوع أنه سن القوانين. صح، يعني مفروض من الدول أنه يسنوا قوانين ضد التنمر. في سنغافورة أتوقع 2014 سنوا قانون ضد المتنمرين أنه يغرم المتنمر وأهله $15,000، ممكن عقوبة السجن سنة كاملة من هذا، بس عشان يحدون من ظاهرة العنف والتنمر، وفي نفس الوقت زادوا التوعية الإعلامية بشكل أكبر. بالفعل يعني الإعلام أكيد إذا صار في ضرر، إذا كان في ضرر جسدي، يعني إذا حد اعتدى بالعنف تنمر جسديا على شخص آخر، هذه أوكي ممكن ينسجن لأنه هذا اعتداء. يعني خرج من يعني من هذا، صار اعتداء مباشر.
فبالفعل يعني احنا نتمنى ان وزارة التعليم مع جهات مختصة ايضا يكون فيه طرح لهذه القضية كيف يسنوا فيها قوانين وتنحل ويعرضوها على اولياء الامور، واولياء الامور ايضا يعني يكونون على دراية بهذا الموضوع. تسمحي لي استاذة منال، معنا كمان اتصال جديد. تفضل. السلام عليكم. مساكم الله بالخير اخوي. مساك الله بالنور. هلا وسهلا، حياك الله اختي منال، الله يعطيك العافيه. اهلا وسهلا فيك. الله يحييك. اخوكم راشد الدوسري. هلا وسهلا يا راشد، حياك الله، تفضل راشد حبيبي. ان شاء الله دائما دائما ما شاء الله برامجك ومواضيعك في تسلم الله يعطيك. صراحه اي والله تسلم الله. زي ما تفضل اخونا قبل ما تفصل، صراحه التعليم التعليم يفرق الحين بين الاول وبين الحين. الزمان الاول احنا كنا اعتقد يعني احنا عمرنا يعني فوق الاربعينات كنا نشوف المدرس كان له هيبه، كان حتى في الضرب اتحدى الطالب يروح يقول لابوه ترى ضربني المدرس او المعلمه، يعني البنت لما تروح تقول لوالديها ولا ذا بتحس وقتها اكثر من المدرسه يعني ممكن. صحيح. الحين لا والله في بعض الاولياء الامور البعض منهم التشجيع من عندهم ان لا تضربون عيالنا ولا لا، احنا ما نقول اضربوهم ضرب لا لا لا، احنا نقول للتعليم لازم يكون المدرس او المدرسه المعلم يعني يكون لهم احترام، ما يكون الطالب يعني يتمادى على الاستاذه. يعني احنا اعتقد ان العقيده الاسلاميه يعني الواحد المفروض يكون فاهم هذا الشيء. الخلل احيانا يكون من بعض يعني الطلبه والطالبات من البيت لما يعني في حال الدراسه وكذا، فاتمنى يعني احنا تكون هيبة المدرسين أو المعلمات يعني لهم هيبة في المدرسة وهم مساكين يعني في حال في المهنة هذه اللي هم قايمين فيها يعني يقول أكاد المعلم أن يكون رسولا. صحيح. أتمنى يعني أن التعليم ما يضغط على المعلمات أو المدرسين بل يعني بأن الفهم الطالب والطالبة بأن لا يضربون ولا يتكلمون ولا لا، أخي حنا الأول يضربونا بأسباك والله العظيم أنا أذكر وأنا كنت صغير والله كان مدرس يضربنا بالأسباك أو يأخذ أفرد أصبعك ويضربك على أصبعك كذا. أنا قلت في أول حلقة كان في فن في العقاب زمان، هذا ما نختلف عليه، لكن اي والله لكن انا الان يعني احنا نتكلم عن وقت حالي. انا اتوقع استاذه منال اذا ما ادري اذا ممكن تصحي لي معلومه، انا اتوقع يعني اكثر من 50% من الطلاب ما يعرفون وش هو التنمر. هو صحيح انه ما يعرفون ايش التنمر، ويرجع زي ما قلت لك نشأة هذا المتنمر، هذا الطفل كيف نشأ، يعني طفولته كيف، هو عنف وبيشوف أمه وأبوه كيف بيتعاملون في البيت، في هو قاعد يطبق ويحاكي ما هو يعيشه. طيب خلينا كمان يكون معنا هذا الاتصال. ألو السلام عليكم. أي السلام عليكم. هلا وسهلا، حياك الله. والله يعني عندي مداخلة يعني الله يحييك. خلينا نتعرف عليك أول شيء. أبو تركي. هلا والله أبو تركي، تفضل يا أبو تركي. حياك الله فيك. أنا والله أشوف من رأيي أنه الاهتمام والرقابة من العمر الصغير أفضل، يعني مثلا لو الأب أو الأم راقبوا أولادهم يوم يرجع مثلا من الروضة هل عليه مثلا علامات خوف، عليه علامات ارتباك، كره للروضة والرقابة في نفس الروضة كمان. يعني أنا في مرة من المرات شفت ابني يبكي ما يبغى يروح الروضة، قلت له ليه، قال والله فلان يضربني. رحت الروضة وأخذت أم الولد وراحت الروضة، يعني بكل برود المدرسة تقول أي والله الله يهدي الولد هذا صراحة أذي، يأخذ وجبات أصحابه، يضرب أصحابه، يأخذ فلوس أصحابه. طب أنت جالسة تعددين كل المشاكل وما سويت أكشن في الموضوع وما سويت أي شيء. يعني هذه رقابة الروضة ورقابة في البيت، في آباء وأمهات يمكن حتى ما يشوفون عيالهم إذا رجعوا. فأنا من رأيي نشوف أن الرقابة من العمر الصغير أفضل إن كان في الروضة أو في البيت. أحسنت، وأنا معك في النقطة الثانية هذه أبو تركي، أنا أشكرك جزيل الشكر، وهي نقطة المعلمين وكيف يواجهون هذا الموضوع. أستاذة منال إيش رأيك في هذا الكلام؟ أنا صراحة أشكر مداخلة أخوي أبو تركي وهو صح، هي في علامات أصلا تطلع على المتنمر سواء ابني أو أنا، لاحظت مثلا الخجل والانعزال المفاجئ، فجأة يصير تدني مستوى التحصيل العلمي ينزل، هنا أبدأ أعرف أنه في شيء، أنه في حاجة قاعدة تمارس على ابني. أبدأ أسأل المدرسة، أفتح قنوات حوار مع ابني وأطمنه أني أنا أكون قريبة منه وأتقبله وما أنقده وأتعاطف معاه، ويعني
أوجهه للحل اللي هو مفروض يحس بالأمان النفسي، يعني أروح المدرسة يعني أتواصل مع نفس المسؤولين في المدرسة وأتواصل مع أهل اللي مارس التنمر على ابني. أكيد أنه فيه هو قاعد يشوف إسقاطات انفعالية هي تمارس عليه، أو يعني يلفت الانتباه أو عنده حاجات مثلا ما أشبعت، فهو على طول بيجي ويمارس هذا الشيء اللي بيشوفه. صحيح. بس في الروضة أو في بس إذا كان يعني هذا بتركي يقول راحوا للمدرسة والمسؤولة في المدرسة قالت والله الله يهدي هذا الولد كذا، يعني إيش يسوي الأب؟ هذا يرجع للمدرسة نفسها، لازم الأب يتواصل مع المسؤولين في المدرسة أنه لا يحدون من هذه الظاهرة، يشوفون هذا الابن اللي قاعد يمارس العنف ضد الأطفال يمسكونه. أكيد أنه هو يشوفون بيئته كيف، أهله وين، إيش شخصيته، إيش الأشياء اللي هو بيحسها. جميل. وكل ما كان من البداية، من الطفولة، من البداية ألاحظ الشيء، كل ما قدرت أنا أحل المشكلة وأتخطاها. جميل جدا. طيب خلينا نأخذ هذا المشاركة معنا لو سمحتي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. مساء الخير على منال، حياك الله. اللي بقوله يعني شوف الناس أكثر اتصالات يقول لك نبي ضرب، نبي مدري فعل. المشكلة يا ياسر، أنا جيت مرة خشيت فصلة بستأذن ولد أخوي، أقسم بالله ما قدرت أطلع من الفصل بسبب الطلاب اللي تحادفون معاه بالكتب، وكان المدرس موجود. سألت المدرس ليش ما في يعني احترام ذي، قال والله ما أقدر أسوي شيء، أرفع صوتي يجيني تبويخ من إدارة التعليم أو يجي أبوه. أنا لو بيحطون، المفروض يحطون مكتب في كل مدرسة يسمونه يعني الجلاد، أساس ما يصير الضرب عشوائي، يخوفون الطالب. ما في خوف والله، ما في علم ولا في حتى احترام ولا شيء، ما في هيبة. إحنا يجي طالب يسأل مدرس أبي سنابك، وصلت المرحلة زي كذا، أو أبي رقم جوالك، ما في، لا بد في ضرب، لا بد في ضرب. يعني أي الحين ما يمديك تلمس الطالب، قال هذا معنف. أي معنف، في فرق بين الضرب وفي فرق بين التعنيف وبس حبيبي. أنا والله شوف أبو شيء، الاسم الكريم بس معليش، محمد العتيبي. هلا والله محمد. محمد شوف، أنا أتفق معك في جزئية، بس في جزئية ثانية معليش خلنا نكون واضحين. بعض المعلمين، أنا ما أقول كلهم، بعض المعلمين صار يعلق مشكلة إنه ما يقدر يتصرف مع هذا إنه الوزارة منعت الضرب. أنا سمعت هذا الكلام بشكل مرة كبير، يعني هذا ما هو بعذر، والله مو بعذر، إنه يعني أوكي أنا ما ألومه، بس أنا معلم في الأول وفي الأخير، يعني ما أجي أقول والله إيش أسوي بالوزارة، والله الوزارة وقفوا الضرب خلاص خلهم، إيش أسوي لهم أنا؟ يعني ما في تعليم إلا بالضرب، يعني في بعضهم. أنا معاك، أتفق معاك، بس إنه بعض المعلمين يعني يبغالهم شوية، يعني ما يرموا أي شيء على شماعة الوزارة إنه والله الوزارة قالت كذا. أنا ما أقول كلهم، بعضهم وإن شاء الله إنهم قلة قليلة. أخويا إحنا نشوف الآن مدرسات وطيارين وضباط ودكاترة. صحيح. على الجيل الأول والله مزبوط. العظيم ما مشوا إلا بالضرب. طب يمكن انا ممكن الاستاذه بعد منام. اي اوكي، انا معك، بس اسمع، الحين الزمن ذاك تغير، الزمن هذاك تغير، الان احنا في زمن ثاني، عرفنا زمان انه ايش يعني الضرب، ايش ممكن يسوي في الطالب، بالذات اذا كان ضرب مبرح، اذا كان عرفت. الان الوضع غير، احنا لازم نمشي مع الوضع الجديد في اسلوب التربيه، في الدعاء بالهدايه، ما لنا الدعاء بالهدايه، الدعاء والعمل ليش ما نعمل، يعني ليش قاعدين، يعني أنا ما أعرف ليش يعني ما يصير فيه قانون. الآن بسألك سؤال، الآن مو النساء صاروا يسوقون في الشارع؟ نعم. عمرك سمعت بحالة أحد تحرش بأحد في الشارع؟ لا بالعكس، ما أسمع ليش؟ ما تقدر حتى تلتفت شديد. ولا يا رجل حتى لو صار أحد غلط عليك بالسيارة وتفاجأت إنها مرة ولا حرمة تسوق، تمشي، ما توقف صادق، صح ولا لا؟ لأنه في قانون، في نظام، في قانون، في نظام. طيب هذا هو اللي احنا نتكلم فيه. انا اشكرك جزيل الشكر يا ابو اخوي محمد، شكرا لك. استاذ منال، ايش رايك في الموضوع اللي قاله محمد؟ طبعا صراحه انا احس ان الموضوع يرجع لسياسه المدرسه نفسها. يعني لابد للمسؤولين سواء مدراء او المالكين المدارس او المدارس الحكوميه، لازم يعني هم يسنون قانون ضد العنف اللفظي او العنف الجسدي من الطلاب نفسهم، وينشرون الوعي للمعلمات او المعلمين. صحيح. والمربين، لانه انت مو بس قدوه، انت كمان بتاثر في شخص، ممكن لو هو كان مثلا شخص يعنف او مثلا شخص يمارس التنمر على غيره، ممكن انت باسلوبك يعني بقدوتك واسلوبك معه تغيره، يعني يتصرف احسن، تعطيه المسؤوليه انه هو يكون، ما هو مفهوم القوه انك انت
يعني تسيطر على الآخر أو أنك تتنمر عليه، لا، أنت تكون مسؤول على أنك تحمي الآخر، على أنك أنت تكون تساعده. المفاهيم هذه البسيطة لازم نشرها. وأيضا كمان للإعلام دور مرة مهم، لما أنا أشوف في الإعلام مشاهد عنف ومشاهد تنمر، هذا يستسهل عليهم أنهم خلاص أنه قيمة المعلم ما تكون مثل أول. بالفعل. احنا نشكرك جزيل الشكر الاخصائيه النفسيه الاستاذه منى القحطاني على تواجدك معنا اليوم. شكرا جزيلا لك. يعطيك العافيه وشكرا لك. شكرا للمستمعين. شكرا لك. في امان الله. مستمعينا انتهت حلقتنا اليوم، الوقت داهمنا، وهذا الموضوع موضوع مهم جدا، هو موضوع يتعلق بابناء ويعني بنات وابناء في عمر متقدم جدا في المدارس، في المرحله الابتدائيه، في المرحله المتوسطه، يواجهون هذا العنف، هذا التنمر، هذا له اضرار كبيره جدا. نتمنى وقفه جاده من الجهات المختصه مع اولياء الامور، مع يعني وسائل الاعلام المختلفه، حتى ينشرون ثقافه وعي وقانون ضد من يمارس التنمر على أي طالب وطالبة حتى في بيئات العمل. أشكركم جزيل الشكر على حسن الاستماع. ألقاكم بكل الحب غدا الساعة 2 ظهرا في برنامج كيف. تحيات معد هذا البرنامج الزميل أحمد الشهري، ومني محدثكم ياسر الشمراني. في أمان الله.